اعطيني وتشوفوا هذا كامل كيف ما تعرفوا الهدف منه. لا اعلن الينا سخرنا مولانا وفتح لنا هذا الفضاء عن نعود نوصل منه رسائل للجهات اللي معنيه به والله اللي وكلفت بتسيير اموال الشعب الموريتاني. ويلا مولي الشعب الموريتاني يعرف عنا احنا ما هذا كامل ما ندوروا بها لا انتم نديروا المسائل على الدوله والله على الرئيس والله على الوزراء. يلا مولي الشعب الموريتاني يساعدنا احنا ويوقف معانا وياكم قدونا احنا درك اللي واحدين فيه نتيجته ما هو احنا به اللي احنا قليل فينا ما فات كان عمره والله نص عمره اكثر اللي فات كان من عمره من اللي مازال باقي له. احنا درك نعدلوا من اجل الاجيال المقبله من اجل اطفالنا واطفالكم والاطفال اللي حالا مازالوا به اللي هاي العقليات اللي يسير بها البلد درك حالا عقليات ما يقد ينمى معاها بلد ولا قد تخلق فيه تنميه ولا قد يخلق فيه تطور. بين اللي احنا ما قد نعود اليوم في 2021 واحنا ما زلنا في مرحله ما تلات فيها دوله في العالم، ما تلات اي دوله اليوم تعيش المراحل والله المآسات والله المشاكل اللي نعيشها احنا اليوم في البلد. وبالتالي هذا يلا يعود مونك عند الرئيس به اللي لا يسمع ما هو سامع من كلام معارض ولا هو سامع من كلام رقاج ما يبقي له الخير والله من هذا سامع من اكبر الداعمين له. يقرا هذه حقائق باتت واضحه ويجب علينا تنقال يلا الناس كامله تسمعها. نواكشوط اليوم حد شافه لا يشك على انه بلاصه قاع ما يعرف حد يشنه هذا ظاهر على ان الناس اللي مسؤوله عنه اعلنها للاسف فشلت والله اعلنها فاشله واعلنها حد البارح شاف هذا المهرجان المنظم اللي الله اعلم كم تكلفته فالحسب بعد اللي سمعته قالت الناس انه ممول به 3 مليارات من لوبيا. يا جماعه احنا ما حد لنا قبل 3 مليارات ونديروهم في الشم الفيافي لا قائل به يقول وثلاث الناس ترقص احنا ما لنا صايبين نرقص. احنا عندنا المرضى في الطب، احنا عندنا الفقراء هما مزرقة في المبدية، احنا عندنا الناس بات ما تعشات، وعندنا الناس طال ما تغدات، اللي مقبضنا 3 مليارات ودايرينهم في الشمن الفيافي اللي ما عنده أي قيمة يسوى هي شنو هي. يعود وزير ثقافة واقف قدام رئيس بالله الذي لا إله إلا هو اللي كنت أنا هو الرئيس، وقف وزير قدامي وقال لي بعلن خارجي مساي لا هي لا هي لا هي لا هي انضبطوا ولا هي بقاوا في التاريخ اللي هو ضامت والسيك والدبوس. اقسم بالله يلي كنت رئيس يدني نعطي امر ذاك الوقت ينقبض عليه وينزل في البنك الاحواج بلي هذه محقرانيه بلي الشعب الموريتاني ينتظر ناطحات السحب وينتظر المستشفيات وينتظر سيارات الاسعاف وينتظر الطرق يمشي عليها وينتظر الملاعب للشباب وينتظر توظيف الشباب. يعود واحد لنا وزير للثقافه السيق ولامت هذا قاع قطعه فيه فايده هذا غريب بلي هذا يعني يقول وزير قدام رئيس معناها عنه محتقر والله معناها على انه مقلد من قيمته بلي هذا ما عنده معنى. الشعب يدور شي ياكله قال له هو ضامت والسيك هذا قاعد هذا شنو مده في 2021 عندها مليون انجازات تتكلم به لا ضامت والسيك ولعبه الدبوس شنو هذا محقرانيه. يقال هذا حق اريد به باطل هذا وزير صفق مع ولد عبد العزيز خلال عشر عمال وانقلع من كام والله وانقلع وتم لا يصفق وفيديوهات لكم ندير على الصفحه قدروا ترجعوا لهم. كان يدافع عن العشريه ويدافع عن الممتلكات اللي قال عنها تم فيها النهب وكان وهو دارك حالا هذا الشيء هذا رقاج اعطاه مولانا وزاره وعد جاه ذي روايه اللي هي ولا هي وكل منها بالطريقه اللي يبقي هو يوكل بها وفرص عليه عد لي روايه اللي هي وما نعودوا احنا كاع الشعب الموريتاني ينتظر يدور شي يقولوا ينقال له السيق ولامت ولعبه الدبوس هذا ما له ينقال له احتقار هذا اللي كنت انا هو الرئيس وقالوا لي نقول له وقف قبضوا على الراجل وخلوا شور بين الاحواج ولا نوقفوا كاع على القضاء بلي النوع ما يوقع على القضاء بلي هذا يخسر على الرئيس ويخسر على النظام ويخسر على كامل هي لعبه وعدلت وتوف او مولي الموريتاني في مساله غريبه ما يحشموا
شفت ودان اللي ذاك ثلاث ايام لا يقعد الناس كامله قاشتها، جاوها فيويتات وجاوها برادوهات وجاوها تي اكسات وجاوها كامل 80% من شرب الماء العام، 80% ولا ينصب نواكشوط كاملين ولا يبقى شاب في حزيب الخروطي ما قاسها، وطرحت له بلا من المشوي وبلا من التمر وبلا من الزبده وياكلوا، وحنا انتم مخلين وراكم الفقراء ومخلين وراكم المرضى، هذا انتم تعرفوا هذا هذا كافي من الفضايح وكافي من شي ما ينفع، هذا كامل لا يرجع لمن؟ يرجع للمسؤول الاول اللي هو رئيس الجمهوريه، وهذا نقولوا لوانا بين نختاروا يسمعوا ونختاروا يفهموا ويعرف عن هذا، ما هو بصفته هذه ادريت مليارات. سكتنا عن الجماعة اللي قاس دبي اللي قبل فوضة موريتان وكرات بها فنانين والله واحدين ثاني من دول افريقية، وعاد تعطيهم الفلا يشربوا الخمر على حساب الشعب الموريتاني، وانتم عندكم الشعب مطحون ومطيحين، ولا قبل عاد يكون مطيحين ودور تمولي لا مطيحين، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، ولا هو يا الله هذا حرام، ويا الله نتكلموا عنه كاملين، ولا ويا الله ما نقبلوه، بيد احنا نقبلوه اسم مليارات ونخسروه على شيء ما هو مهم، وحنا في ازمه، حنا في ازمه، حنا كي العالم كامل تازم من هذه ازمه كورونا. يلا نعترفوا عنا في ازمه، وعن قلت انتم عن الاسعار طالعه في العالم كامل، وعن الوقود طالع في العالم كامل. يلا يلا شنو نعدلوا؟ يلا نقتصدوا اموالنا اللي عندنا، يلا نسيروها بشيء تنفع، هاي ريت مليارات، هذا لا التراث والله الا زين، والله التراث الا زين، يقول هذا الاخرين قالوا الاسراف والتبذير وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، معناها على هذا اللي موحول في دارك حالا ويدي خلق بودان، هذه لعبه من العاب الشياطين، وخلقت وخلق فيها الرقص وخلق فيها وكيل مشوي وخلق فيها وكيل التمر، يقر الناس الضعيفه والفقراء والمساكين راعين تحصرهم عند الاطباء قالبهم باش يشرو حبه من باراستامول، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع ولا زين، وهذا الحمد لله اللي قايل موالي ما قايل معارض، بعدين قال عنه دور التوظيف ما دور التوظيف، وراني لكم ما ندور التوظيف ولا ندور اي شيء يسوى هو شنو، حتى رئيس الجمهوريه ما تيت ندور نجبرو، اذا عدت قط كنت ندور نجبرو، ما تيت ندور نجبرو، بيا الهدف عندي دارك حالا هذا من المآسي والكراكر اللي شفت في البلد ولا لي فيه ما هو خمس ايام، شفت فيه شيء من ولي عنه ولا اربعة اشهر، جيت لحقته مشيت عنه كاع فيه المشاكل، يا غير لحقت المشاكل عاد تتبخر ناس كامله، حتى لا نجبر هو اللي هو كاع مسيكين، لا اللي سوى طريقه يهرب بيها واللي طور يسول عن حتى عن الناس عاد تقيس امريك، وهذا ما يخلق ما هو موريتان، ما في دوله افريقيه عندها مواطن واحد يقيس امريك من البرازيل، ابنائنا عاد يمشوا قطرين من هون الين البرازيليا كي يدخلوا امريك، عندكم عن راجل الله يبوشر بحياته ويبوشر بروحه، يكون عرف عنه مخلي وراه الجحيم، الجحيم هي الجحيم، ما تنقال لا لحد يموت يزرق في النار، الجحيم اشكال، الجحيم عنك تعود قاعد في بلدك وانت ما تقدر تصد على جهه تجبر فيها تفرج فيها كرم، يلاقي استدارة المواطن محتقر في الإدارة، ما يجد مواطن بسيط يجي الإدارة عدة تاقد يعني ما يعود كاري عليها والله متوسط له فيها رقاش، أما اللي قال الرئيس عن الإدارة هو الرئيس أعطى أمر للوزارة والوزارة يلا يعطوا أوامر للمدراء يعلن الإدارة تقرب من المواطن، ما في حد اليوم يقول يقدر يقول لي عن الإدارة مقربة من المواطن، ما هي خارقة، ما في إدارة اليوم تقدر تقيسها، ما لا بدالك من الوساطة والله تكري، والرشوة ما زالت موجودة، هذا انتم تعرفوا كاملين ويعرفوا الرئيس ويعرفوا الوزير وتعرفوا كاملين، والوزير يعرف ذاك اللي معدل امه اللي هو ويعرف هو كل وزير عنده جروب معاه، كل وزير جاء يجيب معاه هو جروب من اهله والله من اخوته والله من اصحابه ويدخل معاه ليك صي والقف، يقال هذا ما ينفع ولا قد تماشي الصيبه اللي هي ولا قد مدت تم راكبه الوتات من بلط الشعب الموريتاني وتبني القصور، ما يعين وزير ويعطي شهرين ماذا هو انا هو بالي قصر يعود ويامس ما كانت عنده مبيت ليلى، هذا ما قد انتم مساكتين عليه ولا انا لا انتم مساكتين عليه، هذا يلا مدة تعرفوا وتعرف عنه ما يصح، عندنا 4 ملايين ما تعود قابلتها 100 رقاش والله 150 رقاش وتسيرها حسب هواها، الين نرجعوا للتعيينات نجبروها تعدل على القبيله والجويهه والشرائحيه والمحسوبيه، موريتانيا ما يلا يعين فيها حد من جهه والله محسوب على مده والله محسوب على كذا والله لو كهر فلان والله هي القبيله الفلانيه، يلا تعود فهم تعيينات على كفاءات وان شاء الله تعود الحكومه كامله من الحراطين، ما قادرين فيها شيء،
تقدر تعود عندها كفاءات وتعود لها تخدم الشعب الموريتاني وتقرب الإدارة من الشعب الموريتاني. هذا هو اللي ندور ولا قاعدين عمر ولا زي هذا اليوم في البلد. للأسف ما هو خالد اليوم الشاب إذا عاد ناضج واعي وكل شيء خالق له نيتعود ما وراه وساطة يعود هو وهذا كلينيك ساية مزروقة بالبلدية سياني يقعد عدام بيبي ولا يفاصل شيء ولا يقدر يكتب اسمه ولا يقدر يقرأ شيء يسوى هو شنو يعود وراه وساطة هو لك هو في السماء. وهذا ينقال له الغبن الاجتماعي ولا هو صالح. ويا الله تفهم هذه 150 رجال كارد البلد عن ابناء الفقراء لا بد يحضروا بلدهم لان ابناء الفقراء هم اللي حكموا ذا البلد هم اللي سيروا ذا البلد. اذا عادوا ابنائهم فامن الطرق امن الطرق حارم لو كنت راعوا فيه كاملين ما قد وعدوا لهم ما هو لبسوهم جاكيتات في الصيف الاحمر لا يقتلوهم ما قد شفت رجاج لابس جاكيت لا يقتل راسه. هذه مولي نصوحه اعطيها الافراد امن الطرق جاكيتات معدين دقلاص هذه لابسين لا يقتلكم خلوا عنكم هاو جاكيتات لا يقتلوكم. أما هذه ما هي دولة فيها من البرد اللي بسحات جاكيتات لا تقتلوا روسكم. هذه واحدة. الشرطة لا أولاد الفقراء الجيش لا أولاد الفقراء كامل لا أولاد الفقراء يقال هذا ما يصح بصيفته هذا تعود دولة كاملة 200 رقاش ويعود والباقي فيانا واللي 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 ما يخليني نرقد بعد اني هذا الرئيس اللي كنت ملزم فيه كيف الشعب الموريتاني كامل عنده فرق كبير عدة مسائل فهم عدة عوامل تجعله على انه اولا رئيس الحمد لله واقف بياس من الانظمه وقطع عنه ما في يقبل في الله ولا في يقبل رئاسه ودخيمة صالحين ويا الله يعود يعرف عن هذا لا يسول عنه ويا الله يعرف عنه ما يقدر يصح بصفته هذه ولين تلاقي عين رقاج يعينوا على كفاءه هذا وزير له عشر عمان هو يصفق ويطبل ما بقى شي ما عدلوا عقب مولي لا يفسرون روايه دائما واحدين يتلفزوا لي يقولوا لي الرموز السلام عليكم خلطة لا يتخلط عليكم رواية احنا نعود لين نحبسوا لا عنا إلا قلنا الحق وهاو جايين يحبسونا بيلي احنا قاعد معانا نطلص على شيء سوى وشنو بيلي احنا اللي خارجنا حبس بيلي احنا واحد منا يخرج الدار ما يعرف يلقى شنو واحد منا إلا قاس إدارة ما يعدل شيء واحد منا إلا قاس جهة لا يجبر لا ظلم لا يظلم معناها ان احنا قاعدين نطلص على وشنو معنا نطلص على شيء سوى شنو يا غير مولي فهم قانون حد تجاوز القانون يا الله ينحبس احنا معنا لا يتجاوز القانون احنا لا نقول الحقائق حد ما يبقي يسمع والله ما يبقي قريب يسمع والله ما يبقي خوه يسمع منين يعين يقول له قدم استقالتك احنا ما نطير على رؤوس الصدر يقال حد هامو يوكل فلط الشعب المال الموريتاني ويوكل يركب السيارات الفارهه ونتم احنا هون نعاين متقطعين وناخذ الفقراء يتبكاوا المبديه ونسكتوا ما يعدلوها يبقاوا صايد يزرقونا حبس وادنو هاي رواية ما يقبلوها هذا يلا يعود واضح للناس وبشروا مولي بعد هذا ما هو كلام معارض يبدا انا ماني معارض انا موالي يا قال ما لين سكت على روايه بينه ذيك يا خايف قاعد يسولني عنها مولان نتم قاعد قالبني راسي الين وانا جاي رافد اوزار واحدين ثاني ما عندي فيهم شيء سوى هو شنو هذا ما يصح موريتانيا عنده المشاكل واحنا قاعد لو كانت عندنا لا مشكله الصحه والثاني صالح زين احنا عندنا مشكله الصحه وعندنا مشكله الطرق وعندنا مشكلة التعليم وعندنا مشكلة الأسعار وعندنا مشكلة الحريات وعندنا مشكلة احنا يسخو مشكلة ما هي عندنا الدولة تعطي الفضل كبار الرئيس وخال الفضل يقرر وخالها شعدلها الفضل نيت ما عليها رقابة وتعود عليها مادة خايفة من مولانا وتعود عليها مادة تعرف عن فوق رئيس وانه لا يحاسبها ولا يقلعها ولا يوبخها يعود الأمور مشاة طبيعية قرر انه عين وزير ونعرف عن الرئيس لا يصرمك عن راسه ولا هو متكلم لي ولا هو ساميني لا هي نبطش لا هي نبطش إلى قسم الحزب هي كارت جماعة من الشوابين اللي قالوا قاع الشباب مهمش فهمش من الشباب في الحزب وهذا نقطينا نشرحه للرئيس الرئيس يا الله يفهم عن الشباب اللي في الحزب ما يمثل الشباب ولا هو شباب الفقراء هادو مع كامل الاحترام لهم ولا أنا لا يعمم يعني بعد اللي مقرب كامل هادو الشيء من الشباب اللي يبحثوا عن مصالح مهمة شخصية واللي فداك وما يعرفوه وهذا يتكلم ما هو حد من والي ولا ما يعرفوه أنا ولد الخيام ما فيه ويلة تحرك في الحزب ما نعرف ما فيه نعرف في الحزب اللي ما يعرف رئيس الحزب برك حاله نعرفه أنا معناها عم ما فهم شي ما نعرفه ولا فهم شوي بتحرك في الحزب ما نعرفه ونعرف الواحدة فيه
ونعرف اللي يتعدل، ولا فهم شاب يحرك في الحزب الا من رحم الله ما نعرفه. قال هم يقدوا يعودوا هم شاكين عيانه نظرا لمسائل معينه عني ما فايتني، انا ما فهم شيء ما فايتني فرنا عرفوا. وتعرفوا عني قلت لكم سابقا قيس امريكا عن الخليل والطيب لا يتخالوا يفوتوا عنها جايه في البحر، وجات الاسبوع الماضي انا 3 اشهر نعرف عنها جايه. وقلت لكم عن رئيس الحزب راك فيويتين، واحده خضراء وواحده بيضاء، الخضراء لام الدار والبيضاء اللي هو هذا ما يقدر ينكره، واحد عليها ماتريكي اجنبي، واحد عليها ماتريكي موريتاني، ونعرف مصادر كامله. يقال هذا ما يقدر يصح وصيفته هذه، ينقبوا 10 من الشباب ويخزى بهم ونعطاهم شي من الدافيتات وشوي من الفيافي، والحشمه ما يفهم، هي الحشمه يقعد ما يفهم كل شيء تعدلوا، الحشمه ما يفهم والوطن ما يعني لهم شيء. وهذا يسمحوا لي نقولوا بيا اللي عتاب الداري نقولوا يلي انا ما قد نعود نراعي المواطنين اللي من لحمي ودمي، ونشوف العيد الحراطين الزينين الخضر الطوال وقوف يبيعوا قرته ويبيعوا نبق، هذا انا يبكيني ويوجع لي قلبي. ولا نقدر نسكت عليه، نسكت عليه لا يسولني عني مولانا، لاني رادع علي مولانا لاني دخلت في هذه الامور اللي هي وقفت مع الرئيس ودعمته. يا قال لي عثماني جاب الفرصه لا نقعد هون ونقولها، ونعود هو مهتم بذل اللي يحيط في البلد هاي دور يسمعوا ويعرف عني. والله ما قصدي به ما هو الاصلاح، ما هو شيء ثاني، ما فهم ما هو الاصلاح. والشهد ويا الموريتاني كامل وشهدكم عني ما تيت ندور نلقى الرئيس، ما تيت ندور نلقى الرئيس لعدتك ساعه كنت جاد فيها. والهدف من ذا كامل قلت لكم البارح عني خارج شكت نختاره ينقال بشكل يعود متعدل وشكل سري. قال احنا يا 5 عمال وفاتوا من 3 عمال، معناها عني انت من اصبر لا يمشي قاعد الرئيس ما اسمع لله نقول له ما له الا واضح لكم خارج شيء ما يقدر يسكت عليه. يقال حد يبقى يتاكد من اللي نقوله يجلس المرصى ويقيس الاطباء ويقيس الناس اللي مسيكين ضعيفه ويقيس الاحياء الشعبيه ويقيس الداخل يقيس كيف ويقيس النعمه ويقيس سيدي بابي ويقيس كهيدي. هو مسؤول جاي راكب سياره رباعيه دفع معدلاتها كليماتيزير جير كيف بيته الوالي فندق، هو شي يعرف للمواطنين وذا لا يجبر اظهر المواطنين والولايات اظهرهم يطرحوا مشاكل المواطنين. انتم لا تعرفوه كل والي يقبل اشخاص جايبهم هو المواطنين اللي نعرفهم احنا اللي ابنائهم وابناء الفقراء ونعرفوا مسائلهم واللي تلفنوا علينا ونتكلموا معاهم. الله الذي لا اله الا هو اللي تلفنوا لي وحدين، اللي تلفنوا لي وحدين ويحلفوا لي عنهم اذا اللي قالوا للحق اللي عندهم به اسبوعين عن الحق ما يجبروه. هل ما يقعدوا دوله ينقال عنهم ثاني دوله في العالم من حيث الثروه الحيوانيه، احنا مولي لا مظبيين والله ملعقه والله ما نعرف النشي. السمك نصنفه على اكبر دوله العالم مصدره للسمك، والسمك كيلو واحد ب 5000 ولا قد ياكلوا ما ولت افراغ زينه من عند وراء مدريد ياكلوا لا يبي بيلي ما عاد ما 5000 الين نقيسوا الحديد. احنا ينقال عنا عندنا اكبر قطار في العالم للهود الحديد، واحنا الحديد طونوا تعرفوا باش تشتروا طون الحديد الناس ما تلقى قادر تبني. الين نقيسوا الذهب، ذهبنا تجي شركه وتحوسه بصيفته وتصبه في كندا ويرجع لنا احنا هو ينباع بمليونين وثلاثه للديره ولا تقدر تشتريه، ما هو مرا معاها سارق احمر. انتم ما تعرفوه الين نقيسوا اللي قال له الثروه الحيوانيه الكبش اليوم ب 70000 لا الكبش، واحنا قال عنا بلد للثروه الحيوانيه ورئيسنا عدل المشروع وضخ فيها 9 مليارات ينقالوا للثروه الحيوانيه. ثروة تاش يا ما يخالقه قاع اصلا، هو مشروع والرئيس عدلوا ومشى شور ودشنوا. يقال مشروع منين؟ قرط متكل الا كيف مشاريع كلما جاءت امه لعنت اختها. احنا مظبيين يا الله الموريتاني توب المولانا انه يرفع عنا ان شاء الله هذا الظلم ويرفع عنا هذا البلاء اللي ابتلانا به الله سبحانه وتعالى به اللي هو ما خالق بلاء اطمن اللي خالقنا احنا. حتى على هذا زمن الشتاء وقلت لكم البارح العالم غير بارد، موريتاني ما زاد فيها شكلناك في الماء وانت ماشي عندك في صاله 12 اللي هو دقريس، احنا راك حالهم دقريس واحنا العراق ينصاب منه بيه اللي احنا لعقوتو احنا مظابيين. القبره ما تفارقنا الليل ولا نهار، لا تعرفوا جاي من ايش؟ اذا جاي من الظلم. قالت شنو؟ ما تحسوا؟ هذا اللي خالق الظلم. الظلم اللي يخلق ببليده ما تتعادل. ثاني تعود في بلدك ما يرد يرفع عنك الظلم، هذا ما هو بلد. احنا راعينا اليوم الحمد لله عندنا قريبين من دار 40 موريتاني ما نعرفه يا حب منه باراستامول، الا حب منه باراستامول ما نعرفه فيه. امريك انا ماني امريكي وحد شاه وجاهي يعرف عني بعيد فيا نعود امريكي. الى في الكورونا قعدتني واعطاتني سكن واعطاتني خلاص اسبوعي ما هو شهري اسبوعي تخلصني
قاعد ياكل تم تمونك وتم مريلاكسي مالك الدار ونين نحسبش ترفن وجيني امبيلانس وترفدني من باب الدار ويعدلوا لي ارقى فحوصات ونرتد الدار موريتان الي تمرض وترفن على امبيلانس نرد لك من بنتي لا يرفدك عاد في التليفون نرد لك من بنتي ولين تقيس الطب خير فيك انت عندها لك ما تقيس الطب بيلي تقيس الطب انا قايس شي بلا تجبر طبيب مزق تكلم يقبالك تواقف ما يعدل لك فحوصات ولا شيء يكتب لك اورديناس وانت تعود فيك القلب يعطيك دول ما جبنه كم من رجاج ماتوا موريتان مع الاعمار بيد الله كاتب وطبيب معدل الروايه غلط لا تقول يوجعني هون يكتب لك دول ما جبنه يعرف ولا ما جبنه هو يقعد فيه ازمه قلبيه يموت يعني ما فهم شيء الطبيب اللي منها عاد كانه طبيب وعاد كذا لا بد لهم يمشي عند العياده لا تجاره شوف الوطنيه ما يفهم والله هم اللي يلخوهم مولانا ما يفهم والله حد خايف مولانا ما يقدر يرفد الروح بلي هذا كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته الين يعود الطبيب يستهزر يا اخي الطبيب مصاب له بلي على عن وزير الصحه ما هو خالي انا قلت لكم عن احنا اليوم عندنا رئيس وزراء بالفعل يلا تم التلفزه تقولها يلا تم تقول رئيس الوزراء والله الوزير الاول بالفعل وعندنا وزيره للتجاره بالفعل وعندنا وزير صحة بالفعل وعندنا وزير ثقافة بالفعل هذا يلا تموا تقولوه به اللي تعرفوا انتوما أن اليوم لا لا وشوف وهذا مع الله اللي عنه يتعلق بالرموز الرموز هم اللي لا تخلط عليكم ما فهم وزير رمز الرمز ما تنقال وزير الوزير ما هو رمز هذا عودوا احنا ما كنتوا لا تتخلطوا دمقتنا ونعود يقتلنا الجوع ويقتلنا البطاله ويقتلنا الويل وتقتلونا ابن الحقرانيه وتم تقولنا لا نتكلم نقول الرموز هذه ما هي رموز الرمز ذاك اللي يمشي مع الشعب الموريتاني ذاك اللي تقى مولانا في الشعب الموريتاني ذاك اللي ما يغلب عند ورقاش ذاك اللي يحس بحياه المواطنين ذاك اللي حريص على اموال الشعب الموريتاني هذا هو اللي قال له الرمز انك تعود سريري وتوكل مال العام وتبطش فولت موريتاني ويقول لك احنا الرموز من يتكلم تحبسونا احبسونا السجن احب الي مما يدعونني اليه نعود الله هذا وحبسونا رحمه والله الذي لا اله الا هو يا الرمز انا بعد سلم الحبال مع احترامي للقانون واحترامي للقضاء الموريتاني يا الرمز ما انا قاعد الرموز اللي صادقوا لي ما اعرف هو شنو يا غير بعد نعرف فعلا العيب قاع على كل حال ما يتواسى والاساءة في الناس ما تتواسى يا غير احنا نعدوا ما هو عيب ولا هو اساءة احنا اللي نقول نقد واقع لك وملموس يراعى فيه ولا انا قاعد اقعد هون ياك كبار عندنا روسنا نعود نسيئوا في الادميه يا قرم مولي حد عاد والله في الدوله الموريتانيه سواء كان وزير والله امين عام والله هو قاعد الوزراء اختار منهم الامناء العامون واختار منهم المدراء لبعض منهم وتوب لا شيء تشوف روايه وتشوف مع العيادات العيادات والله المستشفيات الخصوصيه هذه ما يجري تعالج عندها رجال هي امراه ساكنه في ملاح والله ساكنه في دار البيضاء ما عندها 2000 وبيه قلت صحتها مشات ياسة كيسي باتت فيه الا ليت نحبسوته يا ما عندها باش مخلصه يا غير الطب الكبير والله تقيس هذا طباب الدوله غير مو خدمات فن محدوده ما هي خارقه ما هي خارقه والقضيه ما هي جايه من الناس اللي اللي على هذا لوبي في وزاره الصحه ومن ملان نقولوه لكم ملان نعيطوا هو وزير صالح اول شيء لا يعدله يحارب اللوبي اللي في الوزاره لا بد يفكك له 30 سنه هو كارد مفاصل الوزاره ولا مخلي شيء يصلح وهذا ما معنى وزاره الصحه ما فيها ماده صالحه فما ماده صالحه بعد وفما ماده خايفه من المدانة وفما ماده تراعي فيه قال ما يقدر يتكلم وتوب يقدر نتكلم عن اللوبي وراهم وزاره الصحه لا يعرفوه ولا هي وزاره الصحه وحدها جميع القطاعات جميع القطاعات وهذا هو اللي فرحني انا الساعه عن الرئيس غزوان يكر البلد انه ذا حاس به لان يعني الغزواني ما يقدر حد يشكك انه ما هو انسان فطن شفتوا الغزواني هذا انسان ذكي وفطن قال انا اللي محيرني لماذا يعود يراعي فيه وساكت عليه والله هم اللي صاحب تجربه والله اللي يعرف هو علني اللي نقول لك حالا اللي يعرف عنه كامش عليه هيدو اللي يعرف عني اللي نقوله على عنه اللي حق لماذا هو قال لكم عن السكوت على الحق والله ساكت على الحق مع كامل احترام لفخامه رئيس الجمهوريه قال لك عن الساكت على الحق عنه شيطان الاخرس واحنا ما قدرنا نسكتوا على الروايه نعود نراعوا فيها وبينه واضحه هذا باطي ما وهذا لا يتم ماصلينه ولا يتم ولا نعلوه
فذكر ان الكري تنفع المؤمنين، لا انتم لا الكرون علوه نعلوه نعلوه، هم اللي قالوا تجاره تجاره يجوا رعيه شيبانيه من العليات، هي بعد قاع علميا معروف عن المراه عند عمر انت لحقوا ما تركز شيبانيه من العليات قاعد على وزاره التجاره يندار عليها بيبوط رجال، يعود بعد قاع قال اللي قالوا بعد قاع الرياضيات وقال اللي قالوا الاقتصاد، ويعود شيطان وذا اللي متبارك معه حق عنده ويعرف من اين تؤكل الكتيف، يقبلها شيبانيه من العليات ما 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 لبلدها قاعدين قبيل تلودوا لوزاره اخرى تعود ما عندها علاقه بحياتنا احنا، ولا تديروها نحن عرضه انتم تكلموا لكم على مولتها، احنا فرصه نتكلموا اللي هي دارت على مبورو وندارت على دلوير وندارت على ذا اللي نستعمله احنا يوميا، واحنا فراقنا احنا فراقنا فراقنا خلاونا ناس خلاونا لقونا كانوا يفر ما خلاو شيء، التالي مشي الاسعار تم يزيدوها 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 نيعات كيلو السكر ب 400 هذا راه وارك ما هو قاعد يصحب صيفته هذا شلاهي واسي قرا يخلص 110000 وجدتكم رسول الله شي قد يعدل، شلاهي واسي صاحب امن الطرق اللي يخلص 100000 فوقيه شلاهي يعدل، شلاهي واسي الاستاذ اللي يخلص 120000 فوقيه، شلاهي واسي الطبيب اللي يخلص 150000 والله 140000، شلاهي واسي كاع الناس اللي ما تشتغل، شلاهي واسي الشباب اللي باتوا صاروا يظلوا يرقود ما عندهم حول ولا قوه، اي جهه قاسوها مذكرنا مقفوله شلا يعدل ما عندهم شيء، عندنا نجلسوا لا وزارة التجارة أنا باط اخترت نقولوا ولا راك نجلس جانب أخرى هون ياك ما نطول عليكم ونتكلم عنها ذي قالوا ولا فت قلتوا عامل أول ولا ينعلوا دارك مولي قلتوا ما عندكم ذاكرتكم ضعيفة وتنسى اللي هم احنا أهل موريتان، شفتوا ذي قالوا البيلان وذي قالوا الحراطين وذي قالوا المعلمين، هذا إذا عاد كان خالق ما قلت له خالق موريتاني اليوم يقدروك ويكبروك وتقر فيهم الا انت عندك عندك هذه انت ما عندك ذي ما نكسب به يا اللي يبغي يعود الشريف ويجاء شو البيلان في مسألة الين تعود ما عندك خمسة ولا عشرة اذا عدت الشريف يدور يزيقلوك ويعدوا عنك مجنون ويعدوا عنك ما عندك رقاش يا غير الين تعود ما عندك بو خلقت من اولاد الشوارع عود انت عندك الفالله يدور هم يجيبوا لك نسب ويدور يجيبوا لك شرف ويدور يديروا لك والرسول عليه الصلاه والسلام مباشره يبرانشوك فيه، هذا نقول لكم انا في الموريتان معناها عن ما خارق رقاش خير من رقاش ولا خارق بلاني خير من حرطاني ولا خارق حرطاني خير من معلم ولا خارق معلم، وهذا ينقال وحدتنا الوطنيه وراجع لنا مولانا جابنا بالطريقه اللي هي وخارقنا لا نتخاوى بصيبه اللي هي وانتم متكاردين، هذا يلا تعرفوه معناها عن خارجين وحدين فهم يتاجروا بهذا النوع يخلوهم يعودوا يحترموا عقولنا وعقول الشعب الموريتاني ويختار الشعب الموريتاني كان يسمع على نوع المتاهات ما يشد عليه، هذا بعض سببه هذا الشيباني اللي قالوا عنه ولا الصالحين اللي قاع موريتاني كامل صالحين قال انتو قال اذا كان مثل حقول دار فيا مولي اللي قال على المعلمين علنهم بهم الكذرة والله علنهم كذا وقامت سعداني هوك متخيطوا سعداني نائب محترمة قيمة مولي هي عيطة كبيرة هذا كبرته عن قدو هو الراجل ما عدل شيء الراجل الراجل من الشرق وعلى بابه شيباني المسلمين اكحز عليه راجل ثاني صاحبه جاي ومسلم عليه وحفر له حفرة وطيحوا فيها هذا هو الحقيقة وزين عنده اللي خلق ذاك صار اللي خلق الله أعلم هو قصده به شنو ما هو مهم المهم عنه هو ما قال شيء هو قال عن المعلمين المعلمين شو أنا نقول لكم أنا هو المعلمين شريحة مضبوطة لكن شرائح موريتاني كامل وأكثر أهلها أقلها مشاكل واحدين في قرايتهم واللي ما قرأ يحالف عمله هو اللي خلاه له باتو وخلاه له والمعلمين ما هي أصل المعلمين مهنة عندنا احنا الموريتانيين ويا الله تشرفكم بهذه المهنة عدوها الأنبياء سابقكم عدلها آدم عليه السلام وعدلها إدريس وعدلها نوح هي اللي قالوا نجار ويلا قاعد قر فيكم وشرفكم مولانا اللي جعلكم بعد قاعد قطعوا من الانبياء يعدلوا مهنتكم هي ما هي اصل ولا يشبه هذا يلا تعود تعرفوا وخلوا معكم من كثره الاخبار وخلوا معكم لا ينعدلوا ولا يتواسوا انتم ما تعدلوا شبه والبيضاء ما يقدروا يعدلوا شيء انتم في دوله وكارتكم قانون وعرفوا عن الدوله مولي ما هي غايبه من الغيب من التغيب كان شاكل انتم خلوا معكم لكم لا يعدل سياسه ما يعدل الشرائح يا غير قاع اللي يبقى يعود الشريف
يمشي توفي حصل الفضة يرجع يدور يعود الشريف وما عندك الفضة ما انك مهم وذا اللي واحد فيه بلا فايدة ودوري قال عنك فوي فوي قال عنك فوي سيدني قال عنك ما انك عاقل وعنك مجينين وعنك خالق بخالق لك يا قارن يجب عندك الفضة يجيبوا لك وما قاعد نسى ما عينك قاعد تعب راسك اي دار الشريف وتؤمر على الناس وتعود عنك امير ويومك هم اللي ما عندك وقيات وهذا السبب لا اعرف عنه ماشي مع وقياتك هذا يلا تعود تعرفوه معناها ما في حد زايد على الرجاج بشي حرطاني كوري بيلاني معلم يجي وذا كامل اذا لا واحد احنا مجتمع جابوا مولانا بالصيفه اللي هي ورادع لنا مولانا عشنا بالصيفه اللي هي ومتخاوين ومتحابين وعندنا التراب يلا نضحوا كاملين من اجلها ويلا نوقفوا كاملين في وجه رجاج هم يفسد علينا هاي الدوله ونعمل اللي عاطينا مولانا ونحافظوا عليها يا غلاك لو خرب والمعلمين وانتم سئتوا للمعلمين وانتم كذا وانتم معلمين ما فيهم العيب حد يخلي ما فيهم العيب غير ما اللي يلا هم كبار وكبروا روسهم ويخلوا عنهم هذا اللي واحدين فيه هذا اللي الكلام الموجه للجماعه اللي هم تعدى من روايه الشيباني من الصالحين والله من البيضان والله من الحراطين روايه عاديه برامج كان يعني يقول عن البيضان ما مشي وعنهم خيزية وعنهم سرقية وعنهم قطاع الطرق وعنهم كذا يقال هذا لا هم أي دور به هو مصالح شخصية يقال الحراطين عرفوا عنه ما هو حق وعرفوا عن برامة تاجر وعرفوا عن برامة يعدل مهامه شخصية ابن الديار وركب الوتاد ودارت ليلى ذهب وعات بيضة ليلى بيضة وعرفوا عن ذا حق وتراجعوا عن القضية وفا مولي سعداني طول عمرك إن شاء الله أنا تعرف عني أخوك وزميلك ونحترمك ونقدرك أمام الناس كاملة بي اللي شابه محترمه وطموحه نختارك توفاني قضيه المعلمين وقضيه كذا وحنا المعلمين انتم والله راكم معلمكم جزء من موريتان لكن ملي يقوموا البيلان يقولوا حنا البيلان ويقوموا الكبار ويقوموا المعلمين اللي قاون وتقوم عطا هون كبير ونعقبوا كاع يعود كان بلا فايده واضح نختار نقول للناس اللي شاك عنه فوق الناس ما في حد فوق الرقاش الانسان اللي صادق مع راسه تخلص اخلاقه تخلص معاملته مع الناس وخلاص ذا اللي عدل هو للناس وذا اللي قدم للناس اللي وجه الله ما هو عدل للناس هذا هو اللي خلاص اما انك تولي فلان الله فلان واللي فلان ما راك صالح ما راك صالح وتو هذا مولي الله واضح للناس خلونا من قضيه المعلمين وقضيه شنو الباب الاحمر اللي ما هو هو قال المعلمين اللي عدلوا شنو يعدلوا حراك يعدلوا مولي اللي بيضان حراك تقوم عيطه هون انت يا مالع ما تمشي فارو على العموم شوف هذا بعض كنت نقول لكم وشوف إذن يلا مدة تركز على المسألة اللي هي تخصنا كاملين واللي مهمة عندنا كاملين اللي قالوا الأسعار يلا الدولة تعرف لهم شيء وتعرف عن هذا المليارات ينزقل في هذه المهرجانات يلا ينزقل لأنه تعذر به رواية محاربة ارتفاع الأسعار اللي احنا ماتينا الحقيقة ماتينا قادين ولا يمول يقول لكم رواية وهذه هون تحية كبيرة قد زيرة موجهة لكل مغترب عن موريتان كل مغترب سواء كان في افريقيا والله في امريكا والله في الصين والله في اسيا تحيه لذيك الجماعات اللي مشات وضامنكم انا على مولانا باذن الله تعالى عن جنتكم اللي منكم ماشي ستريت جنته مضمونه باذن الله تعالى لانكم تعدوا الجهاد انتم راكم جهادوا في سبيل الله وعن ذا الشعب اللي هون يلو ما اجبركم انتم ما تجبرهم شداد اخبار تجبروا الناس ماتت كامله بها دليل قالوا المجاعه يا غير انا بعد رافع لكم القبعة اللي منكم كامل يساعد أهله ويساعد عقاله يمشي لهم يسوى ذاك اللي يمشي لهم قادين يعيشوا به لأنه يلو كان ما هو عندهم مآلهم محتم الموت لأن ما هون دولة تساعد المواطنين ولا هون دولة تعالج المواطنين ولا هون دولة تسهر على سلامة المواطنين كان متهالك وطرق متهالكة وطب صحة متهالكة والتعليم قاع ما قلنا شيء لأن التعليم شفتم اللي يخدم المدارس التلميذ عادي يخطئ للقرار والتلميذ عادي يقضي راب في نقرا كلاس وفوضى عارمه وتوف لان التلميذ ما يحس عن فم استاذ وفم مدير وفم وزير هذا لا يعود شيء من الفوضى اذا تحيه للمغتربين راني شاكركم جزيل الشكر وهذا قاعد لا هو اللي يلا تعدلوا وراجع ان شاء الله عن اللي تعدلوا يعود يجعل مولانا ان شاء الله في ميزان حسناتكم وتوف واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وراجع ان شاء الله عن وفقنا ويوفق ان شاء الله الشعب الموريتاني والله الويل والخزو اللي عايشين فيه اللي باقي فينا ولا شيء عندنا يا غير مولي نختاركم توقفوا مع روسكم تموني يخعدد الحزيب الواي لا تجوها وين يعد المهرجان لا تخلوا حد يجوق فيكم يا 5000 والله 4000 لا تغني من جوعي
ولا يتم حد يخزي بيكم، خلوا هم يتموا يمشوا، قال لا تنتم ترجوهم نارون من بيتكم فروسه ورخيانته ومدي والله الا ما تكسحوا. اسمحوا لي نقولها لكم، من بيتكم فروسه وعضكم الناموس وعضكم الاكام، وهو نين يجر رئيس ويمشي، ما فيكم حد يجبر حد يرفضوا. اقرب شخص جايبك نين تقول وقفني ما يوقف لك. قال يلا الشباب يوعى ويخلي عنه المساي ويخلي عنه راجل ان شاء الله عن الشباب اللي في الحزب عنه يعود عاد ناضج ويوعى ويخلي عنه ذاك تخيشي تخيم شيش اللي واحد فيه اللي ما يخدم مصلحة الشعب الموريتاني. وتوف هذا بعض اللي كنت نقول لكم، وهذا إن شاء الله لا يتم كل ليلة. المواضيع ياسرة، المواضيع ياسرة، وما زلنا نجيبوه بالصورة ونجيبوه بالصوت، ولا نستضافوا الفقراء ونستضافوا المرضى ونستضافوا الناس كاملة، معنا يخلوا شيء إن شاء الله ما عدلناه من أجل عن رئيس الجمهورية يعود قاع ما هو فاصل في التقارير. أي التقارير يجيبها لك وزير بايت سهران على راس زيرة والله تحت كلماتي زير يوعى مع اصلاحي يطبى زي كرطابي يجيبوا لك تخرصوا. قال ما هو الحقيقه؟ الحقيقه لله نقول لك احنا، الحقيقه لله نقول لك احنا، والله هم اللي نعدوا صادقين فيه ولا بينا ما عزت موريتان وعزت عنكم يوفقكم ولا انا ذي واحد فيه. يا غير يلا تصنتوا اللي نقول لكم تقبوه بعين الاعتبار، هذا مولي يلا الرئيس يفهمه وتوف. ودعتكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.